السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية وإليكم عناوينها. الرئيس تبون يستقبل بقصر الديوان الأميري بالدوحة. عبد الرحمن روية يستلم مهامه وزيرا للمالية. إحياء للتراث الإسلامي، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تشرف على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم. دوليا، تصاعد التحذيرات لروسيا بشأن غزو أوكرانيا، وكييف تحاول استعادة دوبناس. وتتابعنا في النشرة دار شباب الصديق برحال بسيدي مزغيش تحتضن فعالية الاحتفال بيوم الشهيدة. طوابير طويلة أمام وكالة التشغيل للتسجيل في منحة البطلة بتبسة. السلطات الولائية بسطيف تطالب بفتح خطوط جوية جديدة بالمطار. وتحت شعار طفل اليوم مهندس الغد، المدرسة الوطنية لرياضة الأولمبية الباز تحتضن البطولة الولائية الخاصة بالروبوت التعليمية. وفي الشأن الثقافي، قطاع الثقافة والفنون ينظم تظاهرة ثقافية شعبية تحت شعار الوعدة، تراث أجداد يأبى الاندثار. وفي الرياضة، ولاية ورقلة تحتضن الطبعة العاشرة لنصف ماراثون الوحدة. التفاصيل، أهلا بكم. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر الديوان الأميري بالدوحة. وأجرى رئيس الجمهورية محادثة مع الشيخ تميم بن حمد الثاني بالديوان الوطني على انفراد. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع أطر التعاون الثنائي قدما بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبهما، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. أقدم أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على تنصيب السيد عبد الرحمن روية وزيرا للمالية. جدير بالذكر أن هذا الأخير خريج الجامعة الجزائرية في العلوم القانونية، بدأ العمل في القطاع المالية منذ سنة 1985 ليتقلد عدة مناصب آخرها مديرا عاما للضرائب منذ جوان 2006. أشرفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي في طبعتها 17 بمشاركة 40 دولة، حيث أوضح مدير التعليم القرآني والمسابقة القرآنية مسعود مياد أن أسباب تغيير موعد الجائزة إلى شهر رجب بدلا من شهر رمضان جاء لإتاحة فرصة مشاركة أكبر عدد من الدول. دوليا، أبلغ طرف الصراع في المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار اليوم الأحد، مع تأكيدات كييف وحلفائها الغربيين اعتزام روسيا غزو أوكرانيا في غضون أيام. وطلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الناتو بحسم موقفه بشأن ضم بلاده إلى الحلف، داعيا بأن الغرب ستحمي أمنه بدعم أوكرانيا عسكريا. احتضن دار الشباب الصديق برحال بسيدي مزغيش ولاية سكيكتا فعالية الاحتفال بيوم الشهيد المصادف ل18 فبراير من كل عام. وعرفت الفعالية عرض مجموعة من الأناشيد الوطنية، حيث تحدث رئيس بلدية سيدي مزغيش أحمد لبيض والأمين البلدي لمنظمة أبناء الشهداء أصدوط أقطاف عن ما تركه الشهداء من تضحيات بالنفس والنفيسة وأرواحهم الطاهرة من أجل أن نعيش نحن في كنف الحرية والاستقلال تحت شعار الجزائر قبل كل شيء. تغطية زميلة هاجر زيتوني. أيها الحضور الكرام،
تقاعدي الجيش الشعبي الوطني، ونرحب بجميع الحضور. شكرا لكم. سالما المنعما وغانما مهنما. في هذه الذكرى العظيمة جدا وما لمستموه يثبت بأن الطريقة المنهجية تسير على ضرب ما تركه لنا أبائنا شهداءنا الذين حموا هذا الوطن. أبنائنا فيهم أصالة، ومن يربي فيهم أصالة كذلك. كل الطرق المستقبلية التي تأتي تكون نتيجة لما ترك لنا وما سارت عليه البلاد تحت شعار الجزائر قبل كل شيء. اليوم هو اليوم الوطني للشهيد، يقول المؤرخون التاريخ سجل الزمن في حياة الأشخاص والشعوب والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها والإنسانية وتقدمها. الحاضر غرس الماضي والمستقبل جني الحاضر. هؤلاء الشهداء استشهدوا، إذن فهم غرس الماضي، ونحن نجني الآن في استشهادهم وفي جهادهم، ومهمتنا الآن نحن هي بناء الجزائر. تشهد الملحقة المحلية للتشغيل بتبسة منذ الإعلان عن تاريخ التسجيل في منحة البطالة طوابير طويلة أمام الوكالة ومحيطها، مما أدى إلى وقوع مناوشات في بعض الأحيان بسبب غياب التنظيم وعدم احترام البروتوكول الصحي. وطالب المعنيون السلطات المحلية بالتدخل لتنظيم العملية واعتماد أرقام تسلسلية وتنظيم الصفوف لتفادي التدافع والمناوشات واختصار الوقت. المزيد في تغطية الطيب عبيدات. عقود مقر التشغيل الغرفة الفلاحية لولاية تبسة، قمنا بإضراب دائما لمدة شهر ونصف أو أكثر مع جميع الشكاوى إلى سلطات مختلفة. نحن مشكلتنا أن القطاع الاقتصادي لا يملك ميزانية قارة للترسيل، إذا نحن نطلب من السلطات العليا التدخل لحل هذا المشكل الذي نعاني منه وتعاني منه إدارات كثيرة أخرى اقتصادية عموما، لأنها قضية تعتبر وطنية، والمؤسسة التي نعمل بها تقول بأن ليست لها ميزانية قارة، ونحن مهمشون ومظلومون منذ سنة 2015. نطالب السيد رئيس الجمهورية أن يقف على قضيتنا ويسويها. أنا عقود مقر التشغيل الغرفة الفلاحية لولاية تبسة قطاع اقتصادي. احنا نطلبوا بالسلطات انها تتدخل في وضعيتنا، باسكو رانا اضراب من 2 جونفي لحد الان، واحد ما التفت لامرنا، واحد مش ما قال لنا حتى حل. شكينا باكو، شكينا في الولاية، شكينا في الوزارة، طلعنا حتى للوسط الجمهورية، درنا باكو، ما كانش حتى استجابة. نطالبوا رئيس الجمهورية انه يتدخل في قضيتنا وينصفنا، خاطر راهو عيب كفاءات زينا تتهمش وما محليا. تقدمت السلطات الولائية بالصيف لوزارتي النقل إضافة خطوط جوية لوجهات جديدة لمطار 8 مايو 45 على غرار وجهة الصين وتركيا دبي، وبعض الرحلات الداخلية لتحسين نوعية الخدمات والتكفل بإنشغالة المسافرين بالولاية والولايات المجاورة. تحت شعار طفل اليوم مهندس الغد، نظمت منظومة روبوت التعليم سطيف بطولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 14 سنة في المدرسة الوطنية للرياضة الأولمبية البازع. أعرفت حضور مدير الشباب والرياضة وبعض الإطارات ليتم فيها تكريم جميع الأطفال بميدالية أنا بطل. تغطية هاجر سواليلي. صراط المستقيم صراط المستقيم.
يستاكوش. ومنظومة الروبوت التعليمي الجزائري ومنظومة الروبوت التعليمي الصيف مركز سوبر عبقري. بسمتش وفي الثقافة، في إطار تثمين تراثها الثقافي اللامادي، نظم قطاع الثقافة والفنون تظاهرة ثقافية شعبية تحت شعار الوعدة تراث أجداد يأبى الاندثار بولاية سيدي بلعباس، وتحتوي على عدة فعاليات منها معرض متنوع للمنتوجات المحلية، الفولكلور الشعبي، الحلقة الشعبية، مأكولات تقليدية، الكسكس، عروض الفانتازيا. تغطية صابري حبيب. على أشرة المصالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمع كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادي عندي بدء، ونظرا لعدم نظرا للجفاف الذي يسود المنطقة وربوع الوطن بكامل ولاياته، ارتأت بلدية سفيزف أن تنظم تظاهرة ثقافية تظاهرة ثقافية تحت اسم وعدة وعدة وعرض. رياضيا، احتضنت امس ولاية ورقلة طبعا العاشرة لنصف ماراثون الواحة بمشاركة 600 عداء من بينهم 45 عداء، حيث كان الفوز من نصيب العداء كرداع يوسف ممثل الفريق الوطني العسكري. وصرح الأخير أن المنافسة جرت في ظروف جيدة من ناحية الميدان والتنظيم. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا على حسن الإصغاء والوفاء، أطيب المنى، في أمان الله.